إيهاب، أنت مش متخيل أنا ازعجت قد إيه من اللي حصل في توم. الحقيقة أنا ما عرفتش التفاصيل. أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت. أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. إيه؟ هل الدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب. كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باص. بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما. هوامي يا ماما. رايحة فين؟ ملكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما. اهدي بس. هوامي يا ماما. قولي لي عايزة اهدي. اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى. اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سمعني كويس؟ زي الفل. سمعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيك كده؟ انا جوزي ما اسموش عادل. انا جوزي اسمه روي. اجدع فتوة فيك يا ابونا. حالي روي. امال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك ايه؟ قلت ما اسموش عادل. يبقى جوز اختي عسليه. بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد. راشد الباشا بقى ضرب له بطاقه. اصل هو قتل الونش لما عليه جوزي دخل السجن. بس انا هصالحه. اصل علي ده، علي ده حبيبي. أنا هو بنحب بعض طول العمر. أو النعمة لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي. أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ أعرفها. كانت بتشتغل عندي خدامة. غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إن ربنا انتقمني منها. وأكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفاها بالمنظر ده. بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة. وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض. الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة. ناس كتير زي اختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية ويتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس. وكأنه في خط اترسم لنا على الارض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الارض ولازم نمشي عليه. بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار. عشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟
لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح على الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد. عن اذنك يا دكتور. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصه بتاعت البنك الجديد. حاضر يا استاذ مختار. كنا رحنا اشرف في الحسابات اللي في جهاز الورق. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرف ما تسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتري رسمته. بورتري ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. جد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي يا عم؟ ايه الصوت اللي جنبك ده؟ حل عني، انا هخرج يعني. داليا انت معاني؟ والنعمة راحت. هو انا امك يا كسب؟ يا نهار اسود يا عسلية، الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك؟ يا حبيبتي النبي، انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولاد. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامه. لا مؤاخذه، ممكن تديني العبايه السمره القديمه بتاعتك وطرحتها؟ ما انت اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. انا بس عايزاها عشان اروح بيها بولاد بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى، وبعدين هاخدك على بولاد. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاقي اشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه نبدا. خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا، تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى.